شيلة مهداة من أم وليد وبناتها إلى عمهم سامي. عبدت باسم الرب خلاق الأكوان، علي علي من بالخفا السريرة، الإبداع مرحبا مليون من قلب ولسان، الترحيب وافي بالوجيه السفيرة. عبدت باسم الرب خلاق الأكوان، علي علي من بالخفا والسريرة، هيا مرحبا مليون من قلب ولسان، الترحيب وافي بالوجيه السفيرة. هيا نعم بالله ونعم العشيرة، السجل في صفحته بند عنوان، يوم الملاقى والسيوف الشطيرة، يشهد لهم بالطيب في كل ميدان، أو تعرف واقف بشبه الجزيرة. هيا مرحبا بعم سامي حيلان، الاسم الأول في عالم حصرياً لدى زفات الإبداع الفني.